السلام عليكم خوتي، صباح الخير عليكم. اليوم عندنا صايل ان بوين دو تعرفوها وتعرفنا مليح مليح. عندنا مشكلة تاع السيدة دارت له رفودات للماء على البوشون، شرى لها بوشون جديد ركبو. كيف كيف الطوموبيل ديماري الفونتيلاتير بزاف، ديماري ما تحبش تحبس خلاص كي ديماري. جاني الحق لقيته سنة فيها صباح، قلت له دخلها، مسيت لي ديريت لقيت واحدة سخونة واحدة باردة، كونفيرميت لي بلي بومباو. وشن هو ديما نخلي اندوت كما يقولوا، ما نحبش نزرب ديريكتومون. اول حاجة نحيت الترموستا ونوط الطوموبيل، صبيت لها الماء نوط الطوموبيل، بريفيت صح السيركوي تاع الماء تاعي لقيته ليبر، نحيت لي ديري تاع القرعة وكل شيء، فيريفيت سيركوي تاع الماء لقيته يمشي نورمال. نوط الطوموبيل كيف سخنت لي ديري تاع الثانية، ما سخنتش اكسيليريت لها شوية، لقيت الماء مش قاعد يدور، ومن طون لي ديري ما سخنوليش في زوز. ثم كونفيرميتها 100% بومباو، إبا هاني نحيتها هاو كيفها لقيتها. ركبوا لها وراح يجيب لنا بومباو بإذن الله، نركبوها وترجع الطوموبيل بإذن الله كما كانت. وهذا مشكل أو جاي كما الناس اللي عندها صاير ولا حاجة ولا عنده شوية شك في الطوموبيل تسخن، غير يفيري فيها. جينا الصيف في طريقنا كما يقولوا، صرنا نحيو علينا قلت لكم جينا الصيف في طريقنا الأبواب كما يقولوا. الواحد يفو ميو يفيري في الطوموبيل تاعو، باسكو في الصيف قادرة تسوطي لك جوانت كيلاص، قادرة تعمل لك مشاكل بزاف، تسخن الطوموبيل قادرة تترشق لك باستية، يا ما ترشقش يعني تكون راشية، تقوى لا بريسيون في الموتور، تولي تتقعر باستية، سيرتو باستيات اللي تاع الصايل اللي من اللورة هذوك والسيركوي تاعها تاع الماء كامل راهو من اللورة، قادرة تتقعر حتى ديريتا ولا شوف، كلش تحت لا بيب دادميسيون، الماء كامل تاع الصايل راهو ورا الموتور، دونك شوية واعر باه تخدمها. سيرتو لا باستيه ورا الديمارير، ديك النهار بدلت وحده جابت لي نص نهار بان حيتها، باسكو واعرين تاع الصايل مالا الواحد يحادر روحو خير ملي يولي في مشاكل اخرى. اللي عنده شويه شك في البومبا او تاعو ولا طوموبيل تسخن ولا يشوف الفونتيلاتير ديماري بزاف ولا يطول باه يحبس، يجيب دقيقه ولا يشوف باه يحبس، غير من درك يشوف البومبا او تاعو يسلو فوق يبدلها، باسكو كي يجي الصيف راهي مش راح تسامحو ولا ترحمو كيما يقولوا. الحديده كيما هاك تقوم به يقوم بك، هذا هو تعرفوها كيف تتنحى. وبدون غلاسيول في الطريق، والواحد باذن الله يكون متهني دركا على الصيف مابقاش يزيد يشوف مع خلاص ولا يشوف مع الطوموبيل. راه نحي لا ديريت هذه وسي بنفرغ لك المالي في الرادياتور التحتانيه، من بعد نحطه بيدون غلاسيول جديد وصيبه. قولي برك باسكو البلوك فارغ ولا كلاص فارغة، نزيدو لكن كاين شوية فيه هاكاي اللي في الرادياتير يفرغ مصيبة. باكي مكة الواحد يحط كراسيول جديد، كومباو جديدة، البوشون ديجا وبدلو غلط فيه، دونك بما يبقاش عندو الدوت ولا عندو شك في حاجه ماهيش نورمال. لا بومبا او تاعها تعمل واحد 400000 قريب، هذا نص بركه تاعها اللي كيما هكا مش كامله، كامله تعمل اكثر باسكو عندها السوك الاخر البلوك اللي يجي من لورا راهي تولي تعمل اكثر. هذا هو مورا قال لي شوف واش عندي في لافونترا عنده لي قال لي واحد لي تريونجل، قلت له دير تريونجل ما يتبدلوش، او طونك ما يكونوش عوج يتبدلو،
غير السيرن بلوك اخوتي اللي ما تعودش عنده لابريس ولا يخاف يبدل السيرن بلوك باسكو يفسدوا دي فوا في التريانجل يولي ميكانيسيان يقولوا للناس يجيبوا لي تريانجل ديريكت بار كونتر هو تشري سيرن بلوك وتبدلو برك هاو يزيد يعيط لي باذن الله نعمل له نهار باذن الله باه يجيب لي واش اسمه يجيب لي بدل له لي سيرام بلوك تاع تري اونغ لا فونتران ولي بيال لي طاسو باسكو يفز دوسي تاع صايل بزاف لي طاسو و لي جوانت على بار هذا واش قاعد نقول له نسيت حاجه نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين ومعلومات اخرى وبارطاج ماكس بارطاج ناس باه خلي الناس تستفاد سيرتو الفيديو هدايا باسكو الناس جاينا صيف قلت لكم على البيبان مانا بارطاجيوها يا خوتي وخلي الناس الكل تستفاد وتكون تعلم واش كاين واش ما كانش ولي جام واللي عنده كومنتير او يكتبوا ان شاء الله ومن نلقى وقت نرد عليكم ان شاء الله والسلام عليكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين يعني.